brain. هل تقوم بقتالات مملة وسلكس لم تتعلم حركات جديدة بعد؟ أجل ربما. هل لدى الرمات الآخرين سلكس جيدة تاركين لك سلكس رديئة؟ تقول إنها رديئة؟ أجل. هل تحب أن تعرف ما إذا كانت سلكس خاصتك تستحق الاهتمام؟ وكأنه يقرأ أفكاري. هنا في نادي سلك ستكون لديك أمور أفضل لتقوم بها بدلاً من إضاعة وقتك لجعل سلكس خاصتك أكثر قوة. لقد أقنعتني إقناعاً مقنعاً. هذه سلك تعلمت 5 حركات خلال يوم واحد. ولم يكن علي القيام بأي شيء سوى الجلوس والاسترخاء والتدليك المريح في منتجعك الصحي المجهز بشكل كامل. شكراً أيها الرقيب سلك. أظفاري متسخة. ماذا تنتظرون؟ أنا الرقيب سلك. أقول لكم انهضوا واحزموا حقائبكم، فلدينا أعمال كثيرة أهم، وهذا أمر. أمرك سيدي. أعتذر الآن عما سيحدث لك بعد ثوان قليلة. تهديداتك ليست قوية كرائحة فمك. أنا مجرد وحش، لما أهتم برائحة فمي؟ وجهة نظر. ماذا تفعلان؟ نتدرب على فن زعزعة ثقة الخصم الجميل. ما رأيكما بزعزعة أقل ورماية أكثر؟ أحسنت بانجر. لا تنزعج كثيرا كورد، إنه مجرد تدريب. بالنسبة إليك، قبل أشهر لم تكن تعرف من أين تخرج سلاكس، حتى لا يمكنني الآن الاقتراب منك. لا تتحرك، ابقى. برونتو، ما كل هذه الأمتعة؟ سؤال جيد جدا، لهذا سأطرح عليكم سؤالا آخر. هل سئمتم من قضاء ساعات في قتالات مملة؟ لا، هذا أفضل شيء في كوني مطلق سلاكس. أجل، عندما تفوز دائما. هل يتغلب عليك الرومات والآخرون؟ حسنا، لم يزعجني ذلك. بل يزعجك، ولهذا السبب دفعت المال كي نستمتع معا بعطلة نهاية أسبوع مترفة في نادي الرقص. لكن أنا رامي سلاكس ولست راقصا. إنه ليس نادياً للرقص، أشاهد إعلاناتهم. مخيم تدريبي للسلاكس وإجازة للرماة. إجازة؟ حقاً؟ نعم، أنت تحتاج إلى إجازة. كنت تعمل جاهداً جداً، بينما تحتسي العصائر الطازجة بجانب بركة السباحة ستكتسب سلاكس خاصتك القوة والخبرة، كل ذلك في عطلة نهاية أسبوع واحدة. حسناً، صعب تصديق ذلك، لكن بركة السباحة فكرة جيدة. إذا كان ذلك سيساعدني على التغلب عليك، موافق. وكم كلفنا ذلك؟ مهما كلفنا فالنجاح لا يقدر بثمنه. كم برونتو؟ مع الخصم الخاص بالمجموعات 1/2 ذهبنا. برونتو!
أنت غير معقول، أردت شراء ناسف جديد. عملنا جاهدين للحصول على ذلك الذهب. لهذا السبب تحتاجون إلى إجازة. أرأيتم؟ هذا مثالي. إذا لم ينجح هذا، من الأفضل أن أستعيد ذهبي. غير مسترجع. إذن علينا أن نأكل من الطعام ما يغطي قيمة أموالنا. نحن الآن في نادي سلاك. سنختبر الطريقة غير التقليدية لزيادة قوة السلاكس. أولاً لنتعرف على بعض النزلاء. مرحباً، أصور فيلماً قصيراً عن النادي. ما اسمك ولما أنت موجوداً هنا؟ ويلاً، وأنا هنا لزيادة قوة السلاكس خاصتي. أجل، في العطلة أحب وأصدقائي إطلاق السلاكس قليلاً. بعد اليوم السلاكس خاصتي ستكون الأقوى. ويهو. هذا لطيف. وما اسمك؟ لابد أنك الشخص الوحيد في سلاك تيرا الذي لم يسمع بجماعة كرويسيس. إذا كان نادي سلاك كما نسمع، يمكن أن أشتري هذا المكان. متكبر. أوترا، ماذا عنك؟ أبعدي هذا الشيء عن وجهي. حسناً حسناً، اصطفوا وقفوا بشكل مستقيم. أمستعدون لرفع بعض الأثقال؟ الفاشلة التي ستعمل هنا هي سلاكس خاصتكم، ستقوم هي بالعمل بدلاً عنكم. لدينا فتى من آليشين، شرف أن أدرب سلاكس خاصتك. أنا هنا من أجل الزلاجة المائية، لا أقصد الإهانة، ولكن هذا يبدو مثالياً جداً ليكون صحيحاً. لم أشعر بالإهانة أيها الشاب، ولكن بحلول نهاية عطلة هذا الأسبوع ستصدق أنت هذا. هيا جميعاً، سأريكم كيف نقوم بذلك. سأريكم عمل هذا الجهاز. أولاً، من يحمل سلاكس حتى أستطيع استخدامها للتوضيح. استخدم هذه. انظروا كم هي متحمسة، تعرف ما ينفعها. خلطتي يمكنها إعادة شحن طاقتها بسرعة، وإليكم السبب. هذا رائع جداً. بعد وضع سلاك في الجهاز ترمى بسرعة كبيرة، تتحول، يتم إطلاقها باتجاه أنبوب الهدف وتنتقل إلى المخزن من جديد، حيث يتم إطلاقها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وهذا يمنحها الخبرة التي تحتاج إليها لتعلم حركات جديدة بسرعة تفوق خيالكم. وسلاكس تحب هذا. أعطوني ما لديكم من سلاكس لجعلها تدور. إنها تنطلق دون أن يبذل أحد أي مجهود. تبدو السلاك خاصتي أشرس منذ الآن. إذن ما رأيك إلاي؟ مستعد لتجربة طريقتي؟ بالتأكيد هي مستعدة. نحب زيادة القوة بالطريقة التقليدية. أنا والسلاكس هنا في إجازة. تبدو تقليديا مثل أبيك. لك ما تريد يا فتى. حسناً جميعاً، اذهبوا واستريحوا، وهذا أمر. ما عداك أنت طبعاً. هيا لنذهب إلى تلك الزلاجة المائية. يجب أن أعترف برونتو، سأعتد على هذا. ياي أعطيها إكرامية كبيرة كور. لطالما كان أبي يقول إذا أردت أن تفعل شيئاً يمكنك أن تدفع المال لشخص لكي يقوم به، وأنا قادر على دفع الكثير. عندما أعود إلى الديار أخي هو من سيدفع المال مع سلاك رديئة في وجهه العفن. أرأيتم؟ من يحتاج إلى جهاز الجنوني وهذه موجودة؟ اسمعوني جميعاً، مضت ساعات قليلة، ما رأيكم برؤية التطور لدى سلاكس خاصتكم؟ أجل. جيد، من يريد خوض قتال ودي؟ أفعل أحدهم قتالاً؟
أنا سأشارك. هذا صحيح إلي. من يرغب في التأكد من تطور سلاك خاصته؟ أجل، سأفعل ذلك. وأنا موافق. سلاك واحدة، محاولة واحدة. سأقضي عليك. أنت طعام سلاك خاصتي يا إلي. سمعت ذلك؟ واصل الكلام كورد، فهذا ما تجيد فعله. ليس هذه المرة بيربي. لا تقسو عليه بانجر. كفى كلاماً، استعد عند إشارتي. إلي شين، هل تعتقد أن نظامي تافه؟ إلي، هل أنت بخير؟ أجل، أعتقد لقد هزمتني. أنت محق، لقد فعلت، لقد هزمتك. فعلت ذلك بحركة جديدة، هذا مذهل. أعرف، شكرا. أجل، كنت أعرف أنك ستفوز. هل اقتنعت الآن؟ أجل، كان ذلك مقنعاً. أنت بخير بانجر؟ ماذا حدث؟ تعرضت للهزيمة، هذا ما حدث. حسناً، عد إلى الجهاز أيها القوي. تحتاج إلى جلسات عديدة لتصبح خبيراً. أنا التالي وأنا من سيفوز حتماً، فالفوز هو لعبتي المفضلة. قريباً يا بني، ما رأيك إلي؟ هل تريد المشاركة ودخول هذه اللعبة؟ حسناً، لندر بانجر ونرى كيف سيبلي في مباراة عودة. هل أنت واثق من أنك بخير؟ هزمتك هزيمة ساحقة. لا بأس، أنا سعيد لأنك تمكنت من إصابتي أخيراً، ولكن من الصعب أن أصدق أن جهازاً يقوم بكل هذا. أجل، من الصعب علي تصديق فكرة أنني هزمتك للتو، ولكن يا صديقي ها نحن هنا، لا داعي لدليل. يبدو أن بانجر مقتنع. قد يكون مجرد سلق، لكنه يعرف ما يريد. أعطنيه وسأضعه في الجهاز. لا تقلق بانجر، سأكون هنا. لا يبدو قلقاً، بل يبدو متحمساً. فلتطمئن، لقد دربت مئات سلجز في هذا الجهاز. حسناً، يبدو أنه يعجبه. إنه يحبه. انتظر حتى صباح وسأجعلك تصدق هذا الشيء. ماذا قلت لك يا فتى؟ حسناً، أثرت إعجابي. كيف تشعر بانجر؟ هذا يكفي. كما تشاء، أعتقد أن وقت الفطور قد حان. مائدة مفتوحة. لطفاً ابتعدوا عن طريقي، فأنا في عجلة من أمري. هيا بانجر، هذا يكفي. بانجر، نقانق محمصة، يا للروعة. أنا أحبها كثيراً، فهي تساعدني في بناء عضلاتي مع المحافظة على حجم كرشي. نقائنك محمصة. لقد حاول بانجر عضي، ذلك الجهاز يثير جنونها. هي، كلما كانت مجنونة أكثر كان ذلك أفضل. وكانت السلاك الخاصة بكورد مرهقة بعد قتالنا، وأخذها الرقيب سلاك منه بسرعة. إنه يخفي شيئاً. قال ستعتاد عليها مع الوقت. انظر إلى بوتش، تلك السلاك قوية. وهو اسمع، ربما هناك ما يجري إلي، ولكن كلفنا هذا نصف ذهبنا، يجب أن نكمله.
التخريج بعد عدة ساعات، سنبقى حتى ذلك الوقت ونراقب السلاكس. السلاكس تدخل الجهاز وتخرج متضررة، وسأكتشف السبب. هيا بانجر، ربما تمرين بسيط سيهدئك. لا بأس بانجر، لم تسيطر على نفسك. واو، بانجر هل أنت بخير؟ أنت تفقد طاقتك، ما الذي يجري؟ ما يجري هو عملية احتيال، انطلت علي الادعاءات مثلك. انظر إلى سلاكس خاصتي، ذلك الجهاز يثير جنونها. هذا ما ظننته. كيف؟ يحمسها كثيرا ثم تنهار بعد طلقات قليلة، وعليك الدفع لدورة أخرى. سمى الرقيب ذلك صيانة. تبدو سلاكس خاصته بخير ولكنها تشحن طوال الوقت. هذا ما كنت بحاجة إلى سماعه. تهانينا أيها الخريجون، كما وعدتكم، إليكم ذخيرتكم الجديدة والمطورة. أفضل سلاكس يمكن شراؤها. أتوقوا لتجربتها. ولا تنسوا أن تخبروا الجميع بما فعله نادي سلاك لكم. تقصد خداع كل هؤلاء؟ هذه الطاقة الخارقة الاصطناعية لا تستمر، وعليكم أن تعودوا إلى هنا من أجل المزيد. أنا أحب القدوم إلى هنا. نقودي وسلاكس خاصتي، لما تبالي أنت؟ لأن هذا يؤذي السلاكس، لأن هذا خطر عليكم. تدريب السلاكس يستغرق وقتا طويلا لكي تكسبوا الخبرة للتعامل مع ذلك، لكن هكذا سيتعرض أحدهم للأذى، وهذه السلاكس لا تختلف عن الغيلان. قد تكون من عائلة شين، لكنك تضر بأعمالي. كل من ينضم إلي سيحصل على صيانة مجانية لشهر. يبدو أننا عقدنا اتفاقاً وسنقاتل. نحن نساندك. لست قلقاً على نفسي. صدقوني، لا تطلقوا هذه السلاكس. دفعت أموالا كثيرة مقابل هذه وسأستخدمها. لحظة، أنا من سيحسب المسألة. لا بطل. قهوة، ما هذه الرائحة؟ إيلاي. آسف. ستنجح في المرة القادمة. كونها مجنونة، اقضي عليهم. ستفقد السلاكس طاقتها بعد دقائق قليلة. الدقائق القليلة ستمر ببطء. ببطء شديد. تجمد. حقا تجمد. لدي جيش سلاكس قوي. ماذا لديك؟ لدي أصدقاء وأعتمد عليهم، صحيح بابي؟ السلاكس خاصتك القوية تنهار أيها الرقيب. أمر مضحك، لدي الحل المناسب لهذه المشكلة. ستوقف أعمالي؟ لا أعتقد ذلك. سلاكس خاصتك منهارة بينما خاصتي قوية. أنت قادر على هذا؟
إذن هيا بنا. ماذا؟ لا. أحسنت بانجر. لم تزدد الإسلاكز خاصتنا قوة وكدنا نقتل، ولكن لن يخدع أحد الآن. أكره الاعتراف، لكنك كنت محقة بشأن هذا المخيم. من المستحيل أن أهزم أخي بواسطة الإسلاكز الرديئة التي هنا. سأجرب الطريقة القديمة في المرة المقبلة، وعندما أقول أنا أقصد خادمنا وربما الطاهي والسائق. ولكن ذلك كان رائعاً. كيف أصيبت إسلاكز خاصتنا بالجنون كلياً؟ وهو ويلن لم يكن رائعاً. أجل، في حال لم تكن قد لاحظت، أنا لا أتعلم بسرعة. أرجوك كوني هنا، كوني هنا أرجوك. ما بك برونتو؟ هل تبحث عن سلاكس؟ سلاكس؟ أنا أبحث عن نقودنا. الآن يمكننا استثمارها في مشروع ناجح، وهو يعتبر فرصة. فرصة؟ بعض الأشخاص لا يتغيرون. يبدو أن عبقرياً ابتكر طريقة لشحن هذه الحمير بقوة عجيبة كي تركض أسرع بخمسة أضعاف. برونتا. حقاً. يوم الأحد، إنه سباق سلاكس، وهناك حلبة سباق جديدة قاتلة مع تحديات خطيرة والجائزة سلاكس الجديدة مذهلة. السباق سوف يبهركم، إنه سباق الموت الرائع. هذا الموسم لدينا سلاك نادرة، سلاك كريستاليد، تخرج إلى السطح كل 100 عام. وفي مضمار السباق الخطير، حتماً المتسابقون هم الأجرى والأكثر قوة. هذا أجل، سباق السلاكز مذهل دوماً. إنه السباق الأهم بالتأكيد، أتوق لمشاهدته. ماذا تعني بمشاهدته؟ لا، لا، مستحيل. فعلت الكثير من الأمور الجنونية منذ عرفتك، لكن عندما يتعلق الأمر بهذا السباق فثق بي. لا، سيكون هذا مذهلا. هيا، إنه مجرد سباق، ماذا سيحدث؟ أهلاً بالمتسابقين جميعاً، وكالعادة نطلب منهم ملء نماذج إخلاء المسؤولية، وذلك عند حدوث حادث لهم. والأهم من هذا كله، تذكروا أن تطبقوا قاعدة المسدس سلاكس. حسناً، هذا جيد، فأنا أجيد استعمال المسدس. تنص القاعدة على حظر استعمال المسدس أمام منافسيك. وما الفائدة من استعمال المسدس إذن؟ لو أردت النجاة فعليك أن تكون مثلي، ذا تركيز حاد وأعصاب فولاذية، وإياك أن تدع شيئا يؤثر في تفكيرك. سيدو عدوي منذ الأزل. أهلاً، أهلاً سيدو، أتذكرني؟ أجل، سررت بلقائك. وأنا أيضاً سررت بلقائك. لا، مستحيل. اسمع، أنا برونتو، عدوك القديم واللدود. لكن انظر إلي، هذا أنا. أحب دائماً معجبية. حافظ على نظرتك. شكراً برونتو، صورتك. خل
هذا ظريف. أفخر كثيرا بأصولي. أنا خلد وأركب خلدا، مما يزيد من انتمائي الأصلي. أوه برونتو، يزعم عدوك أنه خلد أقوى منك، أترد عليه؟ حقا هذا فظ بالفعل. لا تقلق بيركي، سنكون حذرين، نحن هنا للاستمتاع فقط، وربما نفوز، من يدري. برونتا، ماذا؟ يعتقد سيد أنه أقوى مني، ولكني سأريه من هو الأقوى على الإطلاق، فأنا لست أنا عندما أغضب. يا 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 هل أنتم جاهزون أيها المتسابقون؟ استعداد. حسناً، مرحباً. أعرف أتيت في الوقت المناسب. فانس فولتا يحب إضاءة الوقت، لذا هل يمكننا أن... بالتأكيد سيد فولت، انطلقوا! برونتو، ما قصة فانس فولت؟ من هو؟ أنا البطل ثلاث مرات متتالية، ولا أعتقد أن أمامكما فرصة لهزيمتي، وذلك بفضل الراعي الجديد لي بلاك إندستريز. فولت يعمل مع بلاك؟ أتعرف ما الذي يعنيه هذا برونتو؟ أجل، يجب أن أهزم سيدو. لا، بل يجب أن نفوز لنمنع فولت من... هاي، انتظر! ألست صغيراً على السباق؟ ها، أركب هذه الآلات منذ... مهلاً، منذ كانون الثاني فقط. تريد نصيحة أيها المبتدئ؟ ماذا؟ أحسن حس الدعابة لدي؟ لا تلحق بي إذا أردت أن تعيش. من يظن نفسه؟ سيستغرق ذلك وقتا طويلا. إن كان فانس قادرا على سلك طريق مختصر فأنا أستطيع. كانت هذه فكرة سيئة. نصحتك بألا تلحقني. هل الجميع بخير؟ يبدو أننا جاهزون، أو ربما لا. هل تعتقد أنك ستفوز علي بهذا السباق؟ أنت مخطئ وتحلم في نفس الوقت. هل نسيت أنني الأكثر جنوناً؟ يغضب.
الذي تفعله؟ أخ، لماذا أشعر بالدور؟ انطلق. يبدو أن هذا السباق أصبح صعباً بعض الشيء. تعرف أن هذا ليس الطريق المختصر. قطعت طرقاً أصعب. أعرف بأنني مخيف، لكن لا داعي لي. عصابة ظلال. أشعر بأنهم ليسوا معنا في السباق. أنت على حق. لننطلق. هيا تعال يا فتى، هيا انطلق. سرعتهم تزداد، يجب أن نخرج من هذا الوادي. سيقودنا هذا إلى طريق مسدود، نحن عالقان. إذا هذا ما تريدونه؟ ما الذي تفعله؟ أحاول ألا أموت كي أعود إلى السباق. هذا هو السباق، فقد خرقت للتو قاعدة سلاجز. القاعدة ألا أطلق النار على متسابق آخر، وهذه الأشياء ليست ضمن السباق. انطلق. امسك. نحن متعادلان، لو كنت ذكيا فاترك السباق لئلا تموت. هل أنت بخير؟ سأكون كذلك عندما أتفوق على السيدو. ياه ياه. مهما حدث لا تلمس هذه الكريستالات. لماذا؟ قلل من الأسئلة كي يركز على هزيمة سيدو. أعتقد أنك لم تتوقع رؤيتي، أليس كذلك؟ ومن تكون أنت؟ برونتو. لهذا السبب لا تلمس الكريستالات أبداً. يجب أن أتعلم كيف يقوم بهذا. أحسن، والآن عد إلى مكانك. يجب
يجب أن ألحق به. فكرة رائعة بابي. مرحبا، كيف حالك؟ استسلم يا فتى، لن تهزمني. تظن نفسك فائزا وانت تتسابق من اجل بلاك؟ هذه الالات باهظة الثمن، رايت الكثير منها ولا اهتم للراعي. يجب ان تكترث بلاك، رجل سيء، لن اسمح لك بالفوز والحصول على السلاك. علقنا. لم تطلقها علي؟ لقد أنقذت حياتك، كما أن تلك القاعدة تمنعني من إطلاق النار علي حتى لو أردت هذا. فقدت صوابك؟ تضحي بحياتك من أجل سلاك؟ لن يحصل بلاك على تلك السلاك، ولا أحتاج للغش كي أفوز، كما أنني لم أرى شيئا لا يمكنني تولي أمره. سريعا للبقاء امام ذلك الشيء، ساقضي عليك. لا لا، ستسمح لي بالفوز؟ اسف، اعتقد ان كورت كان محقا بشان السباق، ولا اريد سماعه يغيظنا مدى الحياه. اذا امل ان ينجح هذا. تمسكوا جيدا. مهلا، انا من يجب ان يتمسك. هل تسمع بيرني؟ وصلنا. ها قد وصل إلى 20، احتل المركز الثاني. شكرا لكم جميعا. ممتاز، أحسن. معذرة منكم. رائع رائع. آسف يا فتى، لا جائزة للمركز الثاني ما عدا هذه المرة. حقا؟ هل أنت متأكد؟ لقد فزت وتكفيني هذه الجائزة. كما قلت، أنا متسابق ولست مقاتل سلاكس. ماذا عن بلاك؟ إنه يتوقع أن تعطيه إياها. بعد أن رأيت ما فعلته لمنعه من الحصول على هذا الشيء، أشعر بأنه يجب ألا يأخذها. لكن سيحصل عليها. سأعطيه سلاك بنفسي. ماذا؟ تأمل لحساب بلاك؟ هل تعتقد أن بلاك سيضع كل ثقته بشخص متباهٍ كفانس فولت؟ كنت جاسوسه الخفي في السباق. تستطيع أن تقول أنني كنت خلداً في مهمة جاسوسية، وبهذا أصبح خلداً رائعاً جداً. بلاك يدعمني في كل شيء، لذا سيحصل على ما يريده. لم يحصل على ما يريده بعد. هل تعتقد بالفعل أنك سريع؟ لا أعرف، لنكتشف هذا. أنت أيها الخلد، أعطني السلاك وإلا. تمهل قليلا. ما الذي كنت تقوله؟ أرى من تعبير وجهك أنك منبهر، فقد عوضني بلاك بشكل جيد كي أكون خطته البديلة. والآن ضع الأسلحة جانبا لو سمحت.
أين سمعت هذا من قبل؟ أنت؟ آها، لقد تذكرتني الآن. أنا برونتو عدوك منذ الأزل. لا يمكنك دفن خلد. سأحفر طريقي للعودة إليك يوما ما. البطل يفوز في النهاية. أنا هو البطل. آسف بشأن السلق. هل تمزح؟ طالما لم تصل إلى يدي بلاك فلا بأس. إطلاق جيد ودودة جيدة. وبعد ذلك جئت وأنقذت الموقف. أجل، لا يهم، سأكل المفتاح لو كان هذا قد حدث بالفعل. عليك أن تصدق إلهي، لقد فقدت الوعي. في الواقع هذا تماما ما حدث. ابدأ بأكله يا وحش الكهوف. آسفة لأننا لم نأتي في الوقت المناسب. أجل، لكن ما المهم هو برونتو قضى على سيدو وأوقفنا بلاك، وأنا أعتبر هذا فوزا رغم أني هزمتك. ترى كيف تبدو؟ وكأنها جديدة مع بعض اللمسات الإضافية. لديك فريق مميز والقائد مميز. أتعرف؟ سيسعى بلاك للقضاء عليك. يمكنك الانضمام إلينا لو أردت. شكرا، سبق وأخبرتك أنني متسابق ولست محاربا، ولو أراد النيل مني فعليه الإمساك بي أولا. أتعتقد أن الأمر بهذه السهولة؟ لن أدعك تغادر هذا المكان قبل أن تعلمني بعض حركاتك. تعلم بعض الحركات الجديدة. وأنت أيضا. حاول مجاراتي. لو أردت أن تتعلم حركة رائعة بالفعل راقبني بينما أشرح لك كيف ركبت الوحش للكريستالي، ثم قلت له: أيها الوحش، استعد كي أقوم بترويضك. خاطبته بقوة وحزم، ولقد شعرت بخوفه مني، وعلى الفور أطاعني وبدأ يستجيب لتوجيهاتي وقال لي: أمرك. أين ذهب الجميع؟